مسافر وحدي، مسافر وحدي وفايت القاسم المشترك بين هالأغاني هو صانع الحرف والكلمة، قلم يصنع لنا الأبيات وتتغنى في كل الفصول الحياتية وتعبر عنه. هذا القلم له حكاية. وفي المكتبة العربية الموسيقية رفوف كثيرة فيها قصص وحكايات، حكاية كلمة، قصة لحن، سرد لمشوار أو موقف. ومن بين نوتات الذكريات اخترنا لكم قصة الشاعر حسين السيد، صاحب أجمل الكلمات اللي تغنت على مر الوقت، أغاني إلى اليوم نرددها وما زالت محتفظة بجودتها، مثل أنا عندي مشكلة بصوت شادية. أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة، أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة، الحب جديد عليا وحكايته مطولة، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة. توبة بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. توبة 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 إن كنت أحبك تاني، توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة. وافتكرني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. افتكرني 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 اللي قلبك مش فاكرني، افتكر يوم 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 وافتكر. وأغاني كثيرة مع عبد الوهاب، وهني نقول لكم قصة. انت لوحدك وما كان عزيز بيه؟ روح روح ليه؟ الاكل النهارده حلو قوي، فيه مشمشية. ايه؟ فيه مشمشية. ياه، انت تحب المشمشية؟ فيلم يوم سعيد انعرض في سنة 1940، وهو من تأليف وكتابة وشارك بالتمثيل أيضا الفنان عبد الوارث عسر، شارك في كتابة السيناريو والحوار مخرج الفيلم محمد كريم. الفيلم من بطولة محمد عبد الوهاب وسميحة سميح. ومثل ما كان الفيلم بداية لمشوار شاعر، فهو أيضا بداية لمشوار سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، وكانت أولى أدوارها على شاشات السينما وهي بعمر 7 سنوات. نركز على عنوان فيلم يوم سعيد لمحمد عبد الوهاب اللي صدر ما بين 1939 و1940. كانت في لجنة لاختيار الأدوار الصغيرة، وفي اللجنة عبد الوارث عسر ومحمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم. ونركز على هالأسماء الثلاثة. وقف قدامهم حسين السيد علشان اختبار التمثيل، لكن انتبه انهم مركزين على موضوع ثاني، نقاش ما بين الموسيقار وبطل الفيلم محمد عبد الوهاب مع المخرج محمد كريم. وسمعهم يقولون انهم محتاجين كلمات تناسب مشهد معين، ولازم هالكلمات فيها صور وجماليات خاصة. ومر الوقت، وبعدها وبكل جرأة توجه حسين السيد إلى الفنان عبد الوارث عسر في استوديو التصوير
أو مثل ما يطلقون عليه البلاتو، واستفسر عن المشهد وقصته والأغنية. طبعا ردة فعل عبد الوارث كانت بين التعجب والسخرية، مسكه من إيده ودخل عليهم. واسمعوا اللي صار. وأثناء وقوفه أمن اللجنة سمع حوار بين عبد الوهاب والمخرج محمد كريم حول أغنية في الفيلم مش عاجبه تأليفها، وبيطلب منه تغييرها أو تغيير المشهد كله. فعرض عليهم حسين إنه يجربوه في كتابة الأغنية المطلوبة. طبعا قوي طلبه في البداية بالاستهزاء والاستغراب، لكن بعد ما سمعوا منه بعض أشعاره وأسجاله حكى له محمد كريم الموقف وشرح له الأغنية المطلوبة. وتاني يوم كان حسين السيد عند عبد الوهاب في مكتبه وبيقرأ له أغنية اجري 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 وديني أقوم وصلني. أعجب بيها عبد الوهاب إعجاب شديد لأنها كانت بتصور المشهد المطلوب تمام، ومن كتر إعجابه عزمه على الغداء وقال له سيبك بقى من حكاية التمثيل وركز في التأليف أحسن لك. وهنا يبدأ نور السعد في الدخول لعالم الشاعر حسين السيد من فيلم يوم سعيد. التقى الموسيقار عبد الوهاب بالشاعر حسين السيد وسمع الكلمات اللي كانت في وقتها مفردات سابقة الأوان، والأسلوب كان مغاير تماماً. صاحب الـ 22 سنة أحدث تغيير في الكلمة الطربية، شاعر عنده سرعة الوصف بإتقان وينجز في صناعة كلمات الأغنية في وقت قياسي. عوامل كثيرة ساعدت بداية مشوار حسين السيد. عبد الوارث عسى سنوات النشاط الفني من 1917 لغاية 1979 ممثل وكاتب ومكتشف مواهب، يعتبر اسم مهم في صناعة السينما وفي المسرح وفي التلفزيون. كتب الفنان عبد الوارث عسر مجموعة من أشهر الأفلام، منها يوم سعيد، زينب، جنون الحب، لست ملاكا. حصل على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم جنون الحب، وعلى جائزة الدولة التقديرية ووسام الفنون من الرئيس السادات. كتب سيناريو فيلم سلامة وعايدة لأم كلثوم وشارك معاها في التمثيل أيضا. له دور بارز في اكتشاف عدد من أسماء مهمة وتدريبهم، نذكر منهم عماد حمدي، سميرة أحمد، نادية لطفي، آمال فريد، وماجدة الخطيب. وهو اللي اختار الاسم الفني لشادية. آخر أفلام الراحل عبد الوارث عسر فيلم لا عزاء للسيدات عام 1979، وشارك في آخر مسلسل له بعنوان أحلام الفتى الطائر مع الفنان عادل إمام. أغنية إجري إجري لحنها محمد عبد الوهاب وغناها في الفيلم نفسه. يذكر الشاعر حسين السيد إنها سجلت في يوم 23 سبتمبر 1939 لفيلم يوم سعيد. إجري 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 وديني أقوم وصلني، وصلني أقوم وصلني، ده حبيبي الروح مستني. المخرج محمد كريم سنوات النشاط من 1930 لغاية 1959 أخرج للسينما فيلمين كلاهما يحمل اسم زينب، لكن الفيلم الأول فيلم صامت أنتج عام 1930، والثاني فيلم ناطق أنتج عام 1952. من أوائل المخرجين السينمائيين، وله فيلم صامت بعنوان أولاد الذوات سنة 1932. أخرج للفنان محمد عبد الوهاب أفلامه السينمائية السبع. أخرج فيلم دليلة من بطولة عبد الحليم حافظ عام 1956. في عام 1955 نال جائزة الدولة في الإنتاج والإخراج والسيناريو عن فيلم جنون الحب. حصل على وسام الدولة في الفنون من الدرجة الأولى
عام 1963. آخر أفلامه كمخرج فيلم قلب من ذهب إنتاج 1959. بداية المشوار هي مرحلة جديدة. أنتجت شراكة الكلمة واللحن موسوعة غنائية مهمة في المكتبة العربية. الحروف والوصف من حسين السيد، والأوتار والنغم من محمد عبد الوهاب. طبعاً ما نسى حسين السيد الكلمة اللي قالها له محمد عبد الوهاب: سيبك من حكاية التمثيل وخليك في الشعر الغنائي. الشاعر حسين السيد كانت بدايته في يوم سعيد، واستمر إلى أن أصبح له مكانة بين أصحاب الأبيات الأصيلة اللي ما زلنا نسمعها إلى يومنا هذا. وهذه كانت قصة أغنية أجري أجري للشاعر حسين السيد. هذا الصوت الجميل والأصيل غنى ولحن أهم الأغاني الموجودة في مكتبة الطرب العربي. عندنا اليوم قصة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب، سنوات النشاط 1917 إلى 1991. بدأ الموسيقار محمد عبد الوهاب العمل كمطرب وهو في السن العاشرة سنة 1923. لقاء محمد عبد الوهاب بأمير الشعراء أحمد شوقي هي نقطة التحول في حياته عام 1924. في عام 1972 سجل عبد الوهاب أول أسطوانة له. عام 1964 التقى محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في أول عمل فني مشترك بعنوان أنت عمري. إذا بنتكلم عن صانع مهم في الأغنية العربية والموسيقى لازم نذكر اسم محمد عبد الوهاب، لأنه ساهم بشكل كبير في جودة اللحن وروعة النغم، وطور من شكل الأغنية العربية من خلال مسيرته الفنية. وإلى اليوم نحن نسمع أغانيه ونرددها، مثل أنا والعذاب وهواك. أغار من قلبي، من قلبي ذهب لقياك، وأنت المنى والروح فكيف أنساك. وعاشق الروح اشتكيت من طلس هديالي، واليوم قصتنا عن أغنية من أغانيه. قصيدة الجندول كانت جديدة من نوعها، غناها محمد عبد الوهاب في تسجيلين مختلفين. الأول تسجيل إذاعي مطول مدته حوالي 20 دقيقة، أما الثاني كان تسجيل قصير حسب المعايير التجارية في التسجيل والتسويق في شركة كايروفون صوت القاهرة. التسجيل مدته حوالي 12 دقيقة. من المواقف اللي حصلت في وقت تسجيل الأغنية قال عبد الوهاب:
إنه سجل بحضور الدكتور طه حسين وصار موقف. جاه الدكتور طه حسين وكانت الإذاعة في ذاك الوقت في شارع الشريفين اللي هو كان الواحد يطلع له ويجي 100 سلمة كده حاجة مؤلمة يعني. فجاه فضل الدكتور طه حسين طلع كل هذه السلالم مسكين وقعد وغنيت الجندول. وإذا كان يلاحظ السامع يجد على أننا في مكان من الأغنية غلطت فيها نحويا حاجة نصبتها بدل ما حاجة زي دي تجدني قلتها مرتين. ليه؟ لأن ساعة ما قلتها غلط أم نفر الدكتور طه حسين كده عمل كده فحسيت بأن أنا غلطت رحت قايلها مرة تانية قلتها بسلامة التشكيل بتاعها. نرجع سنة 1939 كان محمد عبد الوهاب مع صديقه في إجازة وراحة في القاهرة. أثناء جلوسه وبين إيديه الصحيفة وقف عند كلمات جميلة جدا لفتت أنظاره واهتم بها وبدأ يهمهم بنغمات القطعة الشعرية. عجبت الكلمات لأن فيها رومانسية وصور مختلفة وتسلسل الأفكار وحس أنها تمتلك موسيقاها الداخلية. يذكر محمد عبد الوهاب في مذكراته أن القطعة فيها من موسيقى شعرية ما لا تستلزم أي تلحين. كانت هذه كلمات أغنية الجندول. الشاعر علي محمود طه ديوانه الأول الملاح التائه. قصيدته الجندول اللي غناها الفنان محمد عبد الوهاب جلبت له شهرة واسعة. له قصائد شهيرة كالوحي الخالد وأرواح وأشباح وشرق وغرب. صدر له كتاب من النثر بعنوان أرواح شاردة عام 1941. كتب أيضا مسرحية غنائية بعنوان أغنية الرياح الأربع عام 1944. من شدة إعجاب الموسيقار محمد عبد الوهاب بالأبيات قرر وقتها أن يتصل بصديقه الشاعر محمود حسن إسماعيل ويكلم عن الأبيات. خلونا نسمع الموقف اللي صار بينهم لأنها قصة عجيبة. وأنا قاعد بتسلى كده وبتاع فمسكت الأهرام فلقيت في الجندول. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي إلى أن وصلت إلى أنا من ضيع في الأوهام عمره. فأنا ما كملتهاش لكن تصورت من غير مناسبة إن الأغنية دي اللي عملها محمود حسن إسماعيل فرحت بكلمه أستاذ محمود صباح الخير. قال لي صباح الخير زي وزي صح مش عارف إيه وبتاع. قلت له أنا قريت لك قصيدة جميلة جدا ولحنت نصها إيه رأيك بقى؟ الراجل انبسط والله ده شيء مش عارف ايه ومشرف وبتاع قريتها فين؟ قلت له في الاهرام. قال لي اهرام انت؟ قلت له الجندول. قال لي الجندول دي مش بتاعتي. قلت له مش بتاعت مين؟ قال لي بتاعت علي محمود طه. قلت له متاسف قوي. قال لي ليه تتاسف قبل؟ ام هو تبرع؟ قال لي انا هديك تليفون وكلمه. حقائق أخرى حول أغنية الجندول. الجندول هي قصيدة ألفها الشاعر علي محمود طه، لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وغناها في 1941. استخدم عبد الوهاب في هذه القصيدة إيقاع الفالس. تعتبر هذه الأغنية من أكبر وأهم الأغاني في مسيرة عبد الوهاب الفنية. أغنية الجندول من أهم الأغاني في مكتبتنا الموسيقية وتعتبر رائعة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.